زيارة ملكية ميمونة لمدينة الراشدية تعكس بجلاء الإرادة الملكية الراسخة لضمان تنمية جهات المملكة في إطار سياسة القرب التي سنها العاهل الكريم منذ اعتلاء جلالته العرش. وضمن المنظور الملكي السامي المتسم بالحكمة والتبصر وبعد النظر، أطلق جلالة الملك عام 2005 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإعطاء مدلول جديد لمطلب التنمية الاقتصادية أساسه تكافؤ الفرص وتعميم الولوج إلى المعرفة والخدمات الاجتماعية الأساسية. ومن بين أساسيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاركة الساكنة في بناء مستقبلها وتوفير ظروف العيش الكريم، فضلاً عن إعادة ملائمة أنماط السياسات العمومية في اتجاه المزيد من القرب والمسؤولية والنجاعة والشراكة مع مختلف الفاعلين في مجال التنمية. وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرسم الفترة ما بين 2011-2013، عرف إقليم الراشدية إنجاز 266 مشروعاً باستثمار إجمالي قدره 160 مليون و300 ألف درهم. تساهم المبادرة الوطنية في هذه المشاريع بما قيمته 104 ملايين و100 ألف درهم. تتوفر مدينة الراشدية على مركز لتصفية الدم، أعطية انطلاقة أشغال إنجازه من طرف جلالة الملك في 28 أكتوبر 2009، وقد مكن من المساهمة في تحسين الخدمات الاستشفائية الممنوحة للأشخاص المصابين بالقصور الكلوي، كما مكن هؤلاء الأشخاص من تفادي التنقل نحو مدن أخرى كفاس ومكناس بهدف تلقي العلاجات الضرورية. ويتوفر مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي مولاي علي شريف والمنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باستثمار إجمالي بلغ 8 ملايين و100 ألف درهم، يتوفر على معدات وتجهيزات عصرية وبوسع استقبال 44 حالة يومياً، ويشتمل على 24 آلة لتصفية الدم وقاعة لمعالجة المياه وقاعة للفحص وأخرى للإنعاش، فضلا عن بنيات الاستقبال وراحة المرضى. وقد أنجز المركز الذي انطلق العمل به في 2 يناير 2012 في إطار البرنامج الإقليمي لمحاربة القصور الكلوي المزمن، الذي مكن أيضا من بناء مركز لتصفية الدم بالمستشفى المحلي لقلميمة بأحد عشر آلة تصفية، كما يشمل إنجاز مركز مماثل بالمستشفى المحلي بأرفود. في هذا المجال يتميز إقليم الراشدية بعدم وجود لائحة انتظار لمرضى القصور الكلوي البالغ عددهم حاليا 70 حالة، والتجند الدائم للمبادرة الوطنية لدعم قطاع الصحة بالإقليم ودعم جمعية مرضى القصور الكلوي وأصدقائهم لمركز تصفية الدم بالراشدية وانخراط فعاليات المجتمع المدني في عمليات التحسيس والتوعية. وفي إطار الحرص الملكي الموصول على دعم القطاع الصحي بالإقليم، تفضل صاحب الجلالة بتسليم معدات طبية لتجهيز مختبر الأمراض التشريحية بمستشفى مولاي علي شريف لتحسين ولوج ساكنة الإقليم للخدمات الطبية الأساسية وتمكينهم من الاستفادة من وسائل طبية حديثة تفعيلا لسياسة القرب. وتندرج هذه المعدات التي كلفت مبلغ 657,600 درهم في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي تستهدف تحسين عملية البحث والتشخيص. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجربة رائدة يحتذى بها على الصعيد الإفريقي والعربي. 3 وحدات طبية متنقلة لفائدة الجماعات القروية الصعبة الولوج والجبلية، وإضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، ستمكن هذه الوحدات الطبية التي تطلبت غلافا ماليا مولته المبادرة الوطنية بمبلغ 1,641,000 درهم، ستمكن ساكنة المناطق المستهدفة من التطبيب والاستفادة من الحملات الطبية والتحسيسية. ويشكل تعزيز الخدمات الصحية وتمكين الساكنة في وضعية هشاشة من الحق في الولوج إليها هدفا أصيلا من أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي مكنت من إنجاز العديد من المشاريع والبرامج تعززت بإقليم الراشدية بمشاريع جديدة.
ومن بين تلك المشاريع إعطاء انطلاقة بناء دار الحياة. هذه المنشأة التي رصدت لها استثمارات بقيمة 1,700,000 درهم ستشيد داخل المستشفى الإقليمي مولاي علي شريف، حيث ستوفر الظروف والبنية الاجتماعية الملائمة لاستقبال أفراد أسر المرضى الوافدين على المركز الاستشفائي للعلاج من أمراض مزمنة تتطلب تكفلا طويل المدى. ويأتي هذا المشروع الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 36 سريرا لتعزيز مختلف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة على مستوى الإقليم، والرامية على الخصوص لدى مقرطة الولوج إلى العلاجات الطبية وتمكين المواطنين من ظروف عيش كريمة ورغيدة. وحرصا من جلالة الملك على تطبيق الدقيق لروح المبادرة الوطنية، لم يكف عن التنقل بين أرجاء المملكة لمتابعة الأوضاع الاجتماعية عن كثب والاطلاع على الواقع المعاش، وبالتالي الوقوف ميدانيا على طبيعة الجهود المطلوبة والمبذولة لمواجهة المشاكل المطروحة. رياه إطارا مواتيا لتجميع جهود مكونات المجتمع للانخراط الفعلي في إنجاز هذا المشروع الذي يهدف توسيع دائرة الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والعمل على استئصال آفة الفقر التي تحول دون إسهام المواطن واندماجه الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ومن بين المشاريع التي سترى النور بمدينة الراشدية المركز السوسيو تربوي للأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى مساعدة الفئات المستهدفة ومصاحبتهم رفقة أسرهم من أجل التغلب على وضعية الإعاقة وتمكين الأطفال المستفيدين من المساعدة الطبية الضرورية سعيا إلى تيسير اندماجهم الاجتماعي. ولهذه الغاية سيشتمل المركز المستقبلي الذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 2,500,000 درهم على 3 قاعات بيداغوجية وقاعة للترويض الطبي وعدد من الورشات وفضاء للألعاب وقاعة للاجتماعات ومطبخ وملعب رياضي. المركز السوسيو تربوي للأطفال في وضعية إعاقة بمدينة الراشدية سيساهم لا محالة في تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية على مستوى الإقليم وتطوير قدرات الأشخاص المستفيدين وتحسين خدمات القرب ذات الجودة العالية. وتندرج مختلف هذه المشاريع في إطار مقاربة هدفها الاستجابة لحاجيات الساكنة المستهدفة عبر ضمان انخراط الأطراف المستفيدة والفاعلين المحليين وتعبئة الميزانيات اللازمة لاشتغال هذه المشاريع بكيفية دائمة وعبر ضمان الاتقائية مع البرامج القطاعية انطلاقا من رؤية مندمجة ذات انعكاسات اجتماعية إيجابية. هي إذن رؤية شمولية ترتكز عليها القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، وهي قوام المشروع المجتمعي المبني على مبادئ الديمقراطية والفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعمل والاجتهاد وتمكين كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته. ومن منظور الواقع والآفاق ألح جلالة الملك على إنجاز إصلاحات عميقة ومشاريع هيكلية تمكن من تحقيق مكاسب هامة على درب ترسيخ دولة الحق والقانون وتوسيع فضاء الحريات والنهوض بحقوق المرأة والطفل وبأوضاع الفئات الاجتماعية التي تعاني الفاقة والعوز.